بالإضافة إلى اشتغالك على المسرح والفعل المسرحي، أنت أنجزت مؤخرا ديوان شعر فيه الكثير من المسرح وفيه أيضا الكثير من ذكرياتك المسرحية العراقية. هناك محاولة للعودة إلى بغداد الممنوعة عبر لغة الشعر وعبر لغة الذاكرة. ديوان هو اسمه تم تكابوس في الشرفات، اللي يقصداني أنه هنالك من الممكن كابوس جديد للعراقيين يدخل لهم من الشرفات. أنا بالنسبة لي لا أعتبر نفسي شاعر بقدر ما أعتبر نفسي أكتب الشعر من أجل المسرح، من أجل أن أقوي وسائلي وملكاتي المسرحية. لكن المسرح والشعر متلازمان مرتبطان ونشأ سوية تقريبا، واحد يأثر على الثاني. من هذا المنطلق كوني أنا رجل مسرح، أنه تشوف هناك كثير من الدراما موجودة في هذه القصائد الشعرية، الشعر يؤثر على الدراما المسرحي والمسرح يؤثر على الشعر تأكيد طبعا. بالنسبة لي هناك عدة قصائد عن بغداد، يعني بغداد وطموحاتي وأفكاري وأحلامي اللي ضاعت هباء، ما استيقظت الآن ما أعرف كيف سرقوها مني، يعني فتبقى إنه نافذة حقا هو الشعر، نافذة للتعبير عن الروح عن الشجن الداخلي. بغداد بالنسبة لك وهي بغداد الذاكرة التي تقول أنها سرقت منك، تحضر من خلال شخصيتين أساسيتين في حياتك وفي بغدادك، شخصية زميليك فاضل خليل وصلاح القصب. هما الشخصيتان الوحيدتان اللتان تهدي إليهما قصائد وتدخلهما جزءا من القصائد. هو مو صلاح وفاضل مو فقط هما جزء من ذاكرتي، هما شكلنا ذاكرة سوية حقا، يعني بس هما استمروا العيش في بغداد وأنا خرجت هربا بالحقيقة. ولكن عندما يخرج الإنسان، عندما يتغرب الإنسان، تتضخم الذاكرة دائما، تصبح ذاكرة ضخمة، والأشياء التي لا تحبها سابقا في الذاكرة في الماضي تصبح هي أساسية وقريبة لروحك. يعني هذا هو ما حدث، يعني ما معناه أنه تبقى صداقة تصبح بشكل أو بآخر مقدسة، تصبح هو الحقيقة، ويصبح الماضي هو اللي يدخل في الحاضر الآن، يعني فتصبح كأنما ما يكون هناك أي مسافة موجودة. يعني ولهذا بما أنه صلاح وفاضل باعتبارهم قريبين إلى روحي، كونوا فنانين في الأساس، يعني وكوننا إحنا عشنا سوية، يعني بالتأكيد هما يكون جزء من هذا الماضي، يعني ولا بد أن أذكرهم، يعني لا بد، وهديت لهم عدة قصائد يعني. لو التقيت الآن فاضل خليل، ما هي الجملة الأولى التي ستقولها له؟ يعني فعلا ما هي الجملة الأولى؟ ليش سرقونا؟ يعني ليش فرقونا؟ ليش تسرقوا ذاكرتنا؟
كيف نستطيع أن نستعيد هذه الذاكرة من جديد؟ هذا فاضل. صلاح؟ صلاح أقول له بعدك مجنون، لأنه هو صلاح عنده بعد فانتازي عالي جدا، يعني يستخدم خياله بشكل عالي جدا كونه كإنسان وكفنان، لكن جنون محبوب يعني قريب للنفس يعني مسألة مهمة. ولهذا يعني أقول له بعدك إنه ظل مجنون. ألم يشكل فاضل خليل وصلاح القصب جانبيك أنت، جانب العقلانية الاستقرار لدى فاضل خليل والجنون لدى صلاح القصب؟ مؤكد مؤكد، هو كل إنسان هو في جانب جنوني، شيء مجنون شيء آخر، بس تبقى هو هذا يعني يبقى جزء من الحلم اللي كنا نعيشه سابقا يعني، أو كنا نحلم به سابقا نعيشه، وهم بالتأكيد جزء من عندي، جزء من ذاكرتي يعني، جزء من هذا الماضي، جزء من حتى من الحلم يعني. والخسارة التي شعرنا بها هي عندما ما استطعنا أن نحقق ذلك الذي كنا نحلم به وكنا نفكر به، هاي خسارة كبرى من حقنا.